أطعمك؟ أعطنا حكاية أبو سفيان. الحمد لله. الكتاب هذين الكتابين فيهما مئات الحكايات. حأخذ لك الحين حكايتين مختصرتين. تفضل. الحكاية الأولى الشاعر صديقك والذي تحبه إبراهيم ناجي الذي كتب قصيدة الإطلال. طبعا. يا حبيبي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى إلى آخره. أول ما طلع ديوانه وراء الغمام كما يقول وديع فلسطين، وهذه من قصص وديع فلسطين التي أنمو كل يوم في التعرف عليها. عندما طلع ديوان وراء الغمام استلموه العقاد وطه حسين، جلد ونصفوه هو على شاعريته وقالوا أنه اللي في طالب في الابتدائي يكتب شعر أحسن منه. فتعرف إبراهيم ناجي طبيب وحساس، فقرر أن يهاجر وركب سفينة ومن اسكندرية وذهب إلى لندن. تعرف السيارات في لندن القيادة ما هي من اليمين من اليسار، فهو متعود أنه في مصر لما يجي يقطع الشارع طالع يسار ويقطع، طبعا في لندن لا لازم طالع يمين. فهو مسكين قطع الشارع ودهسته سيارة وانكسرت رجله واضطر للعودة إلى وطنه، رغم أنه قرر أن يطلق مصر بالثلاث. فكتب قصيدة يقول في مطلعها: خرجت من الديار أجر همي، وعدت إلى الديار أجر ساقي. جميل. هذا الأول. القصة الثانية. القصة الثانية ورواه هنا إبراهيم المازني، كان رجل قلبه شفاف الكاتب الكبير معروف، وكانت بنت ترسل له رسائل، أي ترسل له رسائل تقول له أنا أحبك. يقول فسارت الرسائل بينهما ذاهبة آيبة في منحنى عاطفي متصاعد، كل ما ليتصاعد الصاعد. المهم قالت له أنا، قال لها ارسلي لي صورتك. أرسلت له صورته وهي ليست صورتها حقيقية، أرسلت له صورة فتاة جميلة. قال لها أبغى أتزوجك، قالت بشرط تطلق أم أولادك زوجتك. فهنا صحى إبراهيم المازني وقال لها أرجوك هنا نقف عند حد، هذه زوجتي وأم عيالي ومستحيل أترك أولادي. طبعا لما تفحص الأمور وتتبع الأمور وجد أن الرسالة لم تكن من فتاة بل كانت من أصحابه، وهذا يدل على غفلة الأدباء وطيبتهم. كانوا أصحابه يكتبون له رسائل باسم فتاة ويغازلونه، لكن هذه القصة كشفت معدن إبراهيم المازني الذي كان وفيا لزوجته وأسرته. رحم الله إبراهيم فقد أحببته حبا كثيرا. هذولا أسوأ الأصدقاء يا دكتور. طيب قبل نعم هم أسوأ الأصدقاء. طيب قبل ما أروح الفاصل، أنا أول مرة أشوفك في كل حواراتنا بالقلم الأحمر، وش حكايته اليوم؟ حنيت للتدريس؟ والله لا، أنا حنيت للتدريس. إبراهيم المازني كل اللي قرأت عنهم، زكي مبارك الدكاترة، زكي مقطاع حسين العقاد، كان لما واحد كتب قصيدة نثر فكتب في الأحمر تحال إلى لجنة النثر، أحمد أمين، كلهم. فأنا حنيت إلى القلم الأحمر وصرت الآن أشخط عليه وبس، وكمان مع الشماغ يمشي. تعرف مطلوب مني أني أرتقي بأناقتي، فجبت الساعة على لون السديرية، الشماغ على لون القلم، وهكذا. طيب نترك تشرب بالهنا والعافية ونروح فاصل ثالث ونرجع لكم.